منتخبنا يطلق رصاصة الرحمة، منتخبنا يطلق رصاصة الرحمة للمنتخب السعودي، ومنتخبنا يتأهل. مبروك لمنتخبنا، مبروك لمنتخبنا. الله، مباراة مجنونة، مباراة مجنونة، مباراة مجنونة. منتخبنا يتأهل، منتخبنا يتأهل. برافو برافو. الله الله الله. ما عندي شيء أقوله، ما عندي شيء أقوله. 2-2 2-2. منتخبنا خلاص حسمها، منتخبنا خلاص حسمها. صفر صفر يا حكم، صفر. خلاص خلاص، منتخبنا يتأهل لمناقشة. انفعال كثير في عم السويلة. تقول ما عندي شيء أقوله، ما تم شيء ما قلت. أعتقد يعني الشيء لو كنت مكاني علي تعذرني فعلا. منتخب بلادك يتأهل في وقت صعب وفي محفل يعني تصفيات كأس العالم، وإحنا ما وصلنا، وتصور من 2002 وإحنا نبحث عن وصولنا الأول. اليوم هذه مباراة مفترق طرق حقيقة فعلا. يعني وصلنا كأس العالم من المباراة هذه، تصور لو كنا خسرين، وجمهورنا اللي رأى متعني، والمشوار اللي بدأناه خلال الأشهر الماضية. والحقيقة يعني إحنا جمهورنا وفي دائما وفي. وأنا قلت في التعليق إحنا ما تهنينا بالفطور، وإن شاء الله نعوضه بالسحور. بس إحنا سحرنا بالنتيجة هنا. خلاص يعني شبعنا.